نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. النهاردة محاضرتنا بتتكلم عن فريق العمل وازاي يكون فريق العمل اللي احنا بنسكينه يكون فعال، وحتى لو انا عضوة من الفريق ازاي اكون شخصية فعالة من ضمن الفريق. محاضرة فريق العمل من ضمن المحاضرات الكورس الكامل لقادة مبدعون، هو كورس كامل لعدة محاضرات، والنهاردة المحاضرة الرابعة فيه كان محاضرة فريق العمل اللي هنبدأها دلوقتي إن شاء الله. ومعانا أول سلايد في فريق العمل، نبذة مختصرة. أعرفكم بنفسي، مديرة التنمية البشرية ومديرة الدعاية مجموعة أعمار الدولية للتدريب، مدير جمعية قلب الأحداث للتنمية، وأيضا معلمة سابقة بمدرسة النفاع الخاصة. أهلا بحضرتك. هنتعرف على ايه النهارده؟ هناخد في محاضرتنا النهارده حاجات كتيره جدا. اول حاجه هناخدها حبه اسئله هنعمل بيها عصف ذهني، وبعدين هنعرف ايه هو الفرق بين الفريق والجماعه، ايه هي فوائد فريق العمل، ايه هي انواع فرق العمل ومراحل نمو الفريق والمثلث الاساسي في بناء الفريق ونظام عمل الفريق، وهنعرف برضو ايه العوامل اللي بتساعدنا على نمو الفريق وصفات اعضاء الفريق والمهارات السلوكية المطلوبة لكل عضو في الفريق واسباب فشل فرق العمل، وايه هي مواصفات الفريق الفعال وانواع القوة ومصادرها، وتنظيم اجتماعات وجمع المعلومات وطرق اتخاذ القرار. محاضرتنا ليست فقط عن فريق العمل، لا، احنا هنعرف تفاصيل اكتر في فريق العمل، ايه اللي محتاجينه علشان نقدر ننظم اجتماعات، هنعمل ايه في داخل فريق العمل، ولو جبنا مشكله ازاي هنقدر نتعامل معاها. اطلب من حضراتكم كل الحضور يا ريت نحضر معانا ورقه وقلم علشان تكون اكثر تفاعلا. سأترك لكم دقيقتين لاحضار الورقه والقلم، واللي يجيب ورقه وقلم يضغط اثنين. طب مين جاب ورقه وقلم؟ نشر اثنين. استاذه رشا جاهزه؟ استاذه رشا ما شاء الله، استاذه نوره ممتاز، واستاذ هشام ممتاز جدا، استاذ نجمه رائع يا استاذه رشا، استاذ اسامه جاهز، واحد ده جاهز ولا مش جاهز؟ احنا هنكتب اثنين. استاذ هيثم جاهز، رائع، جميل جدا، شكرا ليكم. ننتقل للنقطه اللي بعد كده ونسال بعضنا سؤال، ايه اللي بيخلي القائد متميز، او ايه الصفات اللي بتميز القائد؟ انا لو قائد ايه اللي المفروض يكون معايا عشان اكون متميز؟ استاذ محمد متابع، حاول تدور على ورقه وقلم، شوف اي حته هنشوف تدور معلومات. بما يتميز القائد؟ استاذ نوره بتقول الشخصيه او القويه، ماشي يا استاذ محمد تمام، هيدور على ورقه وقلم تكون شخصيه ايجابيه تمام. استاذ رندا بتقول حب الاخرين، التعاون، الصدق، القدره على السيطره، رائع. استاذ محمود رشدي حسن تصرف المواقف بسرعه، جميل جدا، الصفات اللي انت بتقولوها دي تستحق عليها نجمه، يكون شخصيه مبدعه وذكيه. في صفه مهمه جدا تحتاج يكون عشان اكون قائد، لسه حضراتكم ما بتسمعش، ايه هي الصفه دي؟ طب ازاي اسهل السؤال اكتر، ازاي اكون قائد؟ لازم يكون ليا حاجات كده عشان اكون قائد، اسمي يكون قائد، هل هكون قائد على نفسي؟ ثقة بالنفس رائع، القدرة على فهم الآخرين ممتاز، إدارة الوقت والشجاعة ده رائع جدا، مسؤولية واتخاذ قرار رائع رائع رائع. ماذا أيضا؟ تقسيم العمل، جميل جدا، هيقسم بقى العمل على مين يا أستاذة رندا؟ مين اللي هيقسم عمل العمل؟ ها؟ القائد ده هيقسم العمل على مين؟ على فريق العمل، جميل جدا، معنى كده ان احنا القائد الشخصية القيادية لازم من المميزات ليها ان هي تكون لها اتباع. ازاي اكون قائد؟ استاذة رشا بتقول طريقة تعامله بالمواقف ذكية ومتخذة بطريقة مفكرة، جميل جدا. النقطة اللي عاوزين نوصل لها، هل يوجد قائد بدون اتباع؟ هل سيكون قائدا؟ اريد اجابة نو. ماشي يا استاذ اسامة، يبقى لازم القائد يكون له اتباع علشان القائد طبيعي. استاذ محمد اذا كانوا ايجابيين فهو قائد، يا سلام، اثبت ده يا استاذ محمد.
هل هذه نظرية تقول أن الأتباع يجب أن يكونوا إيجابيين؟ ها أنتظر إجابتك أستاذ محمد. بصراحة لا، تبقى رائع، متفقين. معنى كده إن فريق العمل اللي إحنا ممكن نتعامل معاه كقادة هلاقي شخصيات سلبية وهلاقي شخصيات إيجابية، وهنعرف إيه أكثر المشاكل اللي بتواجه معظم الجامعات أو فرق العمل. شكرا ليك. طب لما نيجي نسأل سؤال آخر، بما إنكم جاوبتم على السؤال الأول، هي وهو السؤال الأول بما يتميز القائد، وعرفنا المميزات الرائعة اللي حضراتكم كتبتوها، وأيضا الإجابة اللي شاركنا بيها مع بعض هو لازم يكون القائد له أتباع. لو جينا سألنا سؤال، هي قوة لا توزن، كيف ذلك؟ هي إيه القوة؟ نسأل السؤال الأولاني، هي إيه القوة التي لا توزن؟ وإزاي لا توزن؟ ما هي القوة التي لا توزن؟ وكيف ذلك؟ قوة الإرادة رائع أستاذ محمد، وماذا أيضا؟ العزيمة والإصرار جميل، التوكل على الله رائع، رندا الحب جميل، وماذا أيضا؟ نتحدث الآن عن فريق العمل، فما هي القوة التي لا توزن؟ أستاذ محمد التعاون رائع جدا. لو أنا قلت فكرة زائد فكرة هتساوي إيه؟ فكرة زائد فكرة هتساوي إيه؟ اتحاد رائع جدا، ليكم فقرة رائعة. أستاذ محمد يد الجماعة، يد الله مع الجماعة، جميل جدا، وهذه هي القوة التي لا توزن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا. رائع جدا أستاذ محمد. طب فكرة زائد فكرة هتساوي إيه؟ اجتماع فريق العمل على كلمة واحدة، رائع أستاذ أشرف. المفروض ان هو كفريق عمل يتعامل على ان هو لهم هدف واحد. فكرة زائد فكرة هل تساوي فكرتان؟ اريد اجابة. فكرة زائد فكرة هل تساوي فكرتان؟ نتيجة جديدة، جميل جدا. ايه تاني؟ فكرة جديدة، رائع. ها ايه تاني؟ فكرة زائد فكرة توسيعة البصيرة، رائع جدا. انا حابه ان الدعم الفني يكتبوا لي كل المشاركين معانا والمتفاعلين، اكثر المتفاعلين، فاتمنى يكون الدعم الفني تابع معايا ويكتب لي اكثر الناس المشاركه معايا، ويا ريت طبعا الحضور، اسماء الحضور. استاذ محمد توسعت البصيره قلناها، استاذ هيثم التابع، عمري ما تكونش معايا فكره والاخر معاه فكره وهيكونوا فكرتين، ابدا. فكره زائد فكره لا تساوي فكرتين، ولكن تساوي ملايين النتائج والملايين الافكار. فبالتالي ايه اللي هيحصل لما يكون معايا فكره واشاركها مع الشخص الاخر او الشخص الاخر يطلع فكره، هيجتمعوا مع بعض عمرهم ما ينتجوا فكرتين ذات افكار كثيره، فبالتالي يكون في عندنا انتاج. فكرة مع فكرة بتولد فكرة عظيمة، احسنت يا استاذة رشا. تبادل الافكار والعصر الذهني ده بيكون ممتاز في فريق العمل. كنا عاوزين نسأل نفسنا سؤال، ايه هو فريق؟ يعني ايه كلمة فريق؟ طارق السويدان استاذ اسامة نور، او القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، وده من اساسيات الادارة، وده من ضمن عمل المدير او القيادة اكثر، طبعا القيادة غير الاداري، ولكن فتعريفه القيادة طارق السويدان بيقول ان القدرة على تحريك الناس نحو الهدف، ولازم ويجب على قائد الفريق ان هو يحرك الناس نحو الهدف. بس هقول لكم نقطة جدا، نقطة مهمة جدا في الحتة دي، بس لما نيجي نتطرقها يا استاذ اسامة. استاذ رندا بتقول مجموعه من الاشخاص يتجمعون من اجل هدف واحد، رائع جدا. مجموعه على زي مهارات مختلفه يسعون لتحقيق هدف ما، جميل جدا. استاذ هشام، الفريق مجموعه اشخاص بافكار لانجاز مهمه، مين؟ فريق عباره عن اجتماع اكثر من شخص. الفريق تعريفه هو مجهود تعاون كل الافكار اللي انت قلتوها اغلبيتها صح جدا، هو مجهود تعاوني لمجموعه منظمه لانجاز هدف مشترك، وايضا هو مجموعه من الناس يتفاعلون معا لانجاز عمل بصوره منظمه. لاحظوا ان هو كرر كلمه منظمه في النقطتين، ليس عملا عشوائيا، لان في فرق
او مش هتبقى معنى كلمة فريق معنى انه اختلت المنظمة او العملية بطريقة منظمة لن يكون فريق عمل. احسنتم وابدعتم وانتم اشخاص رائعون فاستحقون نجمة. عاوزين نشوف مع بعض ايه موضوع النمل. عاوزين الدعم الفني لو سمحتم يحطلنا اللينك الاول للفيديو اللي معانا علشان نشوف ايه موضوع النمل ده. شكرا ليكي استاذ محمد. ثانك يو. الدعم الفني جاهز استاذ محمد. اكثر مخلوقات الله تعالى النمل والنحل رائع جدا فعلا. تعالوا بقى نشوف ايه قصه النمل اللي معانا النهارده. لو سمحتم نشوف مع بعض اللينك ده ايه اللي حصل مع النمل. استاذ محمد بيقول فيديو رائع جزاكم الله خير. استاذ محمد استاذ غادة بتقول رائع. كل اللي دخل جديد لو سمحتم يكتب لنا اللي هو من فين. احنا تعرفنا على بعض من الاول. عرفنا ان في ناس من مصر والسعوديه والمغرب فياريت كده تدعمونا بالمعلومات الجديده. استاذ رشا طبيعته جميل. استاذ رمضان قمة التعاون والحب رائع جدا. استاذ هشام استخدام الفريق لحل مشكلة واجهتهم رائع. استاذ محمد استاذ غادة اروع الامثلة في النمل والنحل في العمل التعاوني رائع. استاذ رندا التصميم عن النجاح جميل جدا. استاذ رشا بتقول التعاون يحل المشكلات صح فعلا. عندنا قصة كمان شوية هنعرفها بس بعد قليل. عاوزة بس الأول تعليق على الفيديو. انت قلت تعليقات رائعة تستحق عليها سقفة كبيرة. أستاذ محمد ليس هناك مستحيل فعلا إذا كان هناك تعاون. أحسنت يا أستاذ محمد. تعالوا مع بعض نسأل نفسنا سؤال. طب إيه هو الفرق بين الفريق والجماعة؟ عاوزة إجابات بقى ومشاركات رائعة من حضراتكم. يا ريت الدعم الفني انا طلبت كده من اول محاضره يكون كاتب اسماء الحضور وكاتب اكتر الناس مشاركه معايا. استاذه رندا بتقول الفرق بين الفريق والجماعه ان الفريق له قائد وله هدف يسعون تحقيقه. وماذا عن الجماعه؟ الجماعه ايضا لها هدف. استاذ محمد والله اعتقد الفريق هم اللي ممكن يختلفوا. ماذا تعني؟ الفريق يجتمعون لغاية محددة جميل. لكن الجماعة آراءهم موحدة. آراء موحدة وغاية محددة. نشوف الفريق منظم الجماعة لا. رائع. وماذا أيضا؟ بتختلف الفريق عن الجماعة إن ممكن يكون في الجماعة ممكن يقتلوا بعض أما الفريق يتعاونوا للوصول للقمة. أستاذ رندا برأيها. وماذا أيضا؟ أيهم يكون أكثر ديمقراطية الفريق أم الجماعة؟ أستاذ رشا الجماعة يكون هناك تنافس أما الفريق الجميع يكون للغاية. جميلة جدا يا أستاذ رشا التحليل ده. أستاذ عوضة بتجاوب على السؤال هم أكثر ديمقراطية الفريق أم الجماعة؟ أستاذ غادة بتقول الجماعة. أستاذ محمد أعتقد الفريق. أستاذ محمود الجماعة هدفها ممكن يكون طويل الأجل والفريق يحقق أهدافه بالتتابع. أستاذة نورة بتقول الفريق لأن لهم نفس الهدف. السؤال ده بقى إجابته على قادة مبدعون. لما تتابعوني إن شاء الله على قادة مبدعون هقول لكم إيه هي الإجابة السليمة والصحيحة دي. الفريق الجماعة. الفريق يحتوي مهارات مختلفة وأكثر تنظيما وارتباطا بالقائد. ده رأي المهندس هشام. جميل جدا. ننتقل لبعض النقطة هي بعد ما عرفنا ايه هو الفرق او لسه هنعرف على جروب قادة مبدعون. التواصل معايا على جروب قادة مبدعون وهنعرف ايه هو الفرق بين الفريق والجماعة. عاوزين نعرف ايه هي فوائد فرق العمل. أول فايدة لفريق العمل هي توقع المشكلات قبل حدوثها وتقديم حلول لها. تعالوا نتخيل كده. يبقى فايدة من فوائد فريق العمل لما يكون بيشتغل مع فريق العمل إن أنا بتوقع أي مشكلة ممكن تواجهني قبل ما تحصل المشكلة ديت وهقدر أقدم لها حلول جيدة. قلنا أول فايدة من فوائد فريق العمل توقع المشكلات قبل حدوثها وتقديم حلول مبتكرة. من ضمن فوائد فريق العمل تخصيص ساعات المهام المطلوبة مع زيادة في مرونة الأداء.
ان انا بقدر افوض. يعني ايه بفوض؟ يعني ببقى انا كقائد فريق بوزع المهام على الفريق الخاص بي وبفوض كل واحد ليه مهمه، فلما افوض بيوفر الوقت وبحس ان بيبقى فيه ابداع اكثر. من ضمن فوائد فرق العمل خلق بيئه عاليه التحفيز ومناخ مناسب للعمل، وايضا تقليل الاعتماد على الوصف الوظيفي. ايه هو الوصف الوظيفي؟ مين يقول لي ايه هو الوصف الوظيفي؟ اكيد صوتي واضح، طب هو مع صوتي حتى لو الكلام داخل في بعضه. ما هو الوصف الوظيفي؟ احنا كقادة لازم نبقى عارفين نحدد مصطلحات. ايه هو الوصف الوظيفي؟ وصف طبيعة عمل الموظف. جميل جدا. ادينا مثل يا استاذ محمد. تحديد المسؤوليات استاذة غادر. اعطينا مثل استاذ رشد. وصف العمل. وصف طبيعة العمل يا استاذ محمد قال. جميل. عاوزين امثلة بقى. انت قلتوا الاجابات صحيحة بس عاوزين امثلة. وصف لطبيعة العمل. وصف المهام. احسن يا استاذ محمد رشد. استاذ غادة بمعنى دوره مسؤولة كل فريق. احسن يا استاذ غادة. محمد موظف الارشيف وصفه مقتصرة على عمل الارشيفات. جميل جدا استاذ محمد. طبعا من ضمن فوائد فرق العمل تحسين مستوى مهارات الاعضاء. انا بقدر احسن مستوى مهارات الاعضاء ازاي؟ بقدر احسن مستوى مهارات الاعضاء عن طريق ان انا لما بشتغل كفرق عمل بقدر اعلم شخص واحد بس مهاره معينه. لا، انا بعلم الفريق كل مهارات، فكل واحد بتوصل له المهاره بطريقه معينه وبيقدر يرجع فيها ويبتكر فيها، فبتلاقي مرونه وانتاج عالي في المهارات اللي انت علمتها او الادوار اللي انت وزعت عليها. من ضمن فوائد فرق العمل الالتزام التام بالاهداف مع المحافظه على القيم السائده. انا عندي قيمه، بس معنى ان معايا قيمه انا بلتزم ايضا بالاهداف اللي وضعها قائد الفريق مع الاعضاء علشان نحقق الغايه المناسبه، الغايه والهدف الذي وضع لتحقيقه. فوائد فرق العمل زياده فعاليه الاتصال والاتصالات بين الاعضاء. ازاي بزود فعاليه الاتصالات بين الاعضاء؟ انا المفروض اكون كقائد اقدر اتواصل مع الاعضاء اللي هي في فرق العمل، اتواصل معاهم بعرف ادوارهم، بعرف معاهم، بكون متابع معاهم كل خطوه علشان اعرف اتواصل معاهم عشان لو حصلت مشكله اكون عارف ايه سبب المشكله واقدر احلها ازاي. تحسين مستوى نوعيه القرارات وايضا تحسين مستوى استجابه اسرع للتغيرات التكنولوجيه. ازاي استجابه اسرع للتغيرات التكنولوجيه؟ مين يديني مثلا على استجابه اسرع للتغيرات التكنولوجيه؟ التطور. جميل جدا. ازاي برضه؟ متابعة البرامج الحديثة فعلا. اعطيني مثلا اكثر استاذ محمد. اجاباتك رائعة من خلال تدريب على مدار تكنولوجيا. جميل جدا استاذ محمود رشدي، اجاباتك اكثر من رائعة. ماذا ايضا؟ قابلية الفرد في تطوير ذاته. جميل استاذ غادة. متابعة كل جديد في التكنولوجيا. صح. متابعة كل جديد. صح. صح صح جدا استاذ محمد. امثلتك بسيطه وجميله. الكاتب استاذ محمد يعني مثلا كان زمان بيكتب يدوي على ايديهم، دلوقتي بيكتبوا الورد. فعلشان اقدر اسرع اوقات فرق العمل انا بحاول ان انا اكون عندي درايه بالتكنولوجيا الحديثه علشان اقدر اوفر لهم ده وهم يوفروا الجو المناسب لتسهيل العمل الفريقي. ودي النقاط المقصود بيها فوائد فرق العمل. طيب ايه هي انواع فرق العمل؟ لما عرفنا فوائدها، طب ايه هي انواع فرق العمل؟ انا لو عندي كذا نوع من الفريق، ايه هي بقى انواع فرق العمل؟ في نوعين من انواع فرق العمل، وهي واحد مستمره والثانيه مؤقته. طب المستمره زي ايه؟ في انواع فرق العمل مستمره وانواع فرق عمل مؤقته. انواع الفرق العمل المستمره زي ايه؟ مين يديني مثلا؟ مثل النمل. ازاي برضه يا استاذه رشا؟ نعم استاذه غاده تقول ان هي مؤسسيه وبيستمر بها اداء العمل. استاذ دلال اهلا بيكي. فريق العمل واحد ما بيتغير. حضرتك من فين يا استاذ دلال؟ مستمره ممكن البحث العلمي في المحمود. المستمره ممكن التي تحقق عمل واحد باستمرار، تحقق الهدف باستمرار. اهلا بيكي واهل السعوديه. زي الجمعيات فرق العمل المستمره زي اللجان. لو انا بديكم مثلا في اجابات كانت صحيحه تمام الصحه،
انواع فرق العمل المستمره زي اللجان ومجموعات استشاريه، الكلام ده كله المؤقته سواء استاذ محمد بين الزوج وزوجة. استاذ محمد مستمرة مدى الحياة احسن انواع فرق العمل المستمرة. المستمرة زي المدير والمشرفين. المدير هل يبقى معاه مشرفين وايضا بيكون معاهم اتباع من الموظفين. الاتباع من الموظفين دي وهو بيبقى في مدير في شركة ومعاه مشرف، ده بيكون فريق عمل مستمر ولا مؤقت؟ في مجرد وظيف هنا فبيبقى ثابت. طيب ايه هو المؤقت؟ جميل استاذ هشام، اللي بتستخدم في الازمات احسن. وماذا ايضا؟ في لجنه استشارات فعلا. وممكن يكون في فريق العمل المؤقت حد من الفرق العمل المستمر. ازاي الكلام ده؟ سيد محمود، اللجان الفرعيه اللي بتقوم بعمل ما ثم يتغير العمل فيما بعد وهكذا. جميل جدا جدا جدا. طب انا سالت سؤال دلوقتي وبقول ازاي ممكن يكون العضو اللي في الفريق المؤقت هو نفسه اللي في المستمر؟ اعمال طوارئ الشركه، اسناد اعمال طوارئ الشركه. جميل. لو عنده قائد اداري او قائد في فريق عمل، ممكن هو القائد اللي عنده اتباع وموظفين بيكون عضو في نفس المؤسسه بس عضو في فريق من ضمن تخصصات الفريق ده، ان هو يكون المسؤول عن دور من الادوار المعينه، فبالتالي بيكون في نفس الوقت عضو الفريق اللي هو موجود ده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم مش واضح، فممكن حضرتك تجيلي الاسم ايه؟ عرفنا دلوقتي ايه انواع فرق العمل وفوائد فرق العمل. عاوزين نعرف طب ايه هي مراوح النمو فريق عمل؟ لكل فريق عمل بيعدي على عده مراحل. طب ايه هي بقى مراحل نمو الفريق؟ عندنا اربع مراحل لنمو فريق العمل. مين يقدر يذكرهم قبل ما اقولهم؟ نتوقع ايه هي مراحل نمو فريق العمل؟ ما هي مراحل نمو فريق العمل؟ تقسيم الفريق وتوزيع الواجبات. وماذا ايضا؟ استاذه غاده، هل هي مراحل تخص تحقيق الاهداف؟ جاوبي استاذه غاده على السؤال الواضح. بقول هي مراحل نمو فريق العمل. جاوبي يمكن تكون اجابتك صحيحه. إذا رشا، اختيار الأفراد، توزيع المهام، اختيار القائد، الغاية أو الهدف. طيب ممكن أسأل سؤال بعد السؤال اللي إحنا بنسأله ده، مراحل نمو فريق العمل، بس نجاوب على السؤال ده الأول. السؤال الثاني، هو فريق العمل غاية ولا وسيلة؟ خدت السؤال ده إجابته في الآخر خالص. خلوه في إجابته في الآخر. أهم حاجة دلوقتي عاوزين نعرف إيه مراحل نمو فريق العمل. عندنا أربع مراحل. أول حاجة التشكيل السليم والإثارة ووضع المعايير والأداء. يبقى عندنا أربع مراحل لنمو فريق عمل. أول مرحلة معانا هي التشكيل السليم، تاني مرحلة الإثارة، ثالث مرحلة هي وضع المعايير، رابع مرحلة هي مرحلة الأداء. قبل ما اشرح ايه هي مراحل نمو فريق العمل، عاوزين الدعم الفني ينشر لنا اللينك التاني للفيديو، نتفرج مع بعض على الفيديو ده ونرجع نحلله قبل ما نعرف مراحل نمو فريق العمل. اللينك اهو، من فضلكم اتفرجوا على الفيديو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه ايمان. واحنا كنا بنتفرج على الفيديو، فانا منتظره الاراء وتحليل الفيديو. شفنا ايه في الفيديو؟ تعالوا على الفيديو. فيديو جميل رائع، احسنت استاذ محمد. ماذا رايكم على الفيديو؟ شكرا ليك يا استاذه ايمان. استاذه رندا رائع. كان بيعملوا ايه؟ لاحظتوا ايه في الفريق العمل ده؟ حركه منضبطه. جميل، شكرا ليك يا استاذه رشا. انتم الاروع وانتم قاعه مبدعه ورائعه وحضوركم رائعون. روح فريق ممتاز وابداع في الاداء، احسنت المهندس هشام. تنفيذ اوامر القائد، احسنت يا استاذه رندا. الانسجام التام بين اعضاء الفريق والتناغم التام البديع. جميل محمد، فريق عمل تم اعداده بشكل رائع. اتحاد فريق العمل بينجز، صح يا استاذه رشا؟ في الغادة كل الافراد يقومون بعمل واحد تنفيذا لاوامر القائد. ممتاز، تعالوا نشوف النقطة الأولى وهي التشكيل السليم. طب النقطة الأولى في إيه؟ في مراحل نمو الفريق اللي لسه داخل. نتحدث الآن عن مراحل نمو الفريق ونعرف مع بعض التشكيل السليم.
مرحلة من مراحل نمو فريق العمل، وبتكون أول مرحلة في الفريق. بس في المرحلة دي بيكون إيه؟ القائد. كان الفريق مش عارف إيه أهدافه ومش عارف أعضائه، الأعضاء نفسهم بعضهم مع بعض متعاملين بعض. طيب الأعضاء نفسهم ما بيبقوش عارفين بعضهم بعض. ايه تاني من خصائص التشكيل السليم، او بنشوف ايه في مرحلة التشكيل السليم للفريق؟ بيكون الامور مش واضحة عند اعضاء الفريق، وحتى لما بيكونوا قاعدين مع القائد ولما بيكونوا قاعدين مصنبطين القائد شخصيته عاملة ازاي، عاوزين يتعرف عليه، فبيكونوا عاوزين يعملوا اي حاجة علشان يقدروا يتعرفوا على بعض ويقدروا يحددوا مهامهم مع بعض. فلما بيقعدوا يتكلموا مع بعض كلامهم بيكون في قمة الهدوء، بيكون مهذب جدا وبيبقى بعيد نهائيا عن المشاعر السلبية. وبتخص المرحلة دي في التشكيل السليم ان هم بيتبعوا الاوامر وبتلقي الاوامر. دي المرحلة الأولى في التشكيل السليم. أما المرحلة الثانية في النمو العمل الفريقي هي مرحلة الإطارة. مرحلة الإثارة دي فيها إيه؟ أعضاء الفريق في المرحلة دي بيكونوا مصرحين جدا وبيقدروا يعبروا قوي عن آرائهم، وبيقدروا يستكشفوا الطاقات اللي عندهم ويشوفوا إمكانياتهم ويقدروا يساعدوا إيه في الفريق. من صفات المرحلة دي أو من خصائص المرحلة دي إنها هتلاقي فيه جدل كتير جدا في أعضاء الفريق، آراء مختلفة، هتلاقي ناس محبطة جدا، في ناس هتلاقي آراءها صعبة قوي. الفريق اللي ما بيعديش المرحلة دي عمره ما هيعرف ازاي يقاوم المشكلات. وفي نفس الوقت الفريق اللي عمره ما خاض المرحلة دي هي فرق سلبية وفككة، معنى كده ان هي ما بنتش على اساس ما عملتش تشكيل سليم، دخلتش في مرحلة الإثارة، عدت على كذا مرحلة من غير ما تعدي على مرحلة الإثارة، فده غير طبيعي بالمرة. يبقى المرحلة الأولى هي مرحلة طبعا يا باشمهندس القائد ليه دور كبير جدا ان هو يعدي المرحلة دي. يبقى هي أول مرحلة عرفناها في نمو الفريق، هي أول مرحلة. انت قول لي ايه اول مرحله؟ ها نفس المتابعه. التشكيل السليم جميل جدا. تاني مرحله قلنا عليها هي مرحله الاثاره. تالت مرحله معانا وضع المعايير، ودي النتيجه الطبيعيه جدا للمرحله الاولى والثانيه. بعد كده بعد في مرحلة وضع المعايير الفريق بقى بيبقى حاطط قرارات معينة، هيقدر يواجه أزمات، هيقدر يواجه صراعات اللي هي داخل الجماعة داخل فريق العمل. طب دور فقاء الفريق في المرحلة دي ايه؟ أول حاجة إن هو بيكون مستمر في وضع الأنشطة، هو أصلا محدد هدفه من الفريق هيستفاد منه إزاي أو هيقدر يتعامل معاه إزاي، فبالتالي بيدلوا على طول على استمرار في الأنشطة، بدعم الثقة. الناس اللي أصيبت بالإحباط وأصيبت في صراعات داخل الجامعة فبدعم الثقة بكل الأعضاء مع بعض، بيخلي في توازن وتراحم ما بينهم، وبيأكد ويرتب الأولويات وضمان التعاون. جميل جدا. انا نفسي اعرف اسم H&G. دي مرحلة وضع المعايير. المرحلة الرابعة والاخيرة مرحلة الاداء. مرحلة دي المرحلة النهائية، فهتلاقي فيها بقى ان هم بعد ما عدوا التلات مراحل خدوا خبرة حلوة قوي وبدأوا ينموا جيدة، تعدوا عقبات كتيرة جدا واجهتهم. هنعرف ايه ممكن ايه العقبات اللي بتواجه فريق العمل. دور القائد في المرحلة دي ان هو يكون مركز قوي قوي الهدف اللي بيسعى اليه علشان ما يتوهش عنه الهدف الاساسي والرئيسي، بيخلي باله قوي هو الفريق اللي معاه محتاج ايه علشان يقدر يكون متواصل معاهم، يكون عنده المقدرة ان هو يكون عنده اتصال فعال. لازم القائد يكون عنده وعي جدا باحتياجات الفريق ويقدر يكمل الفريق بعضه مع بعض. مين هيقوم الأربع مراحل؟ أخواتي نايف من فتاة فات على أجمل وجه. جميل. أربع مراحل نمو الفريق العمل: تشكيل سليم، إثارة، وضع معايير، وأداء أحسن. باشمهندس هشام تستحق نجمة. وأيضا أستاذة إيمان بتقول تشكيل سليم وإثارة. ماذا النقطة الثانية؟ الثالثة والرابعة؟ الإثارة، تشكيل سليم، إثارة، تحديد وضع المعايير. ممتاز. ها؟ والنقطة الأخيرة؟
الأداء رائع جدا. أنا قلت قاعد ده ناس وضر رائعين. جميل جدا. في أي استفسار أو أي سؤال في المراحل اللي احنا قلناها؟ في أي نقطة عايزة توضيح عشان نكون قادة فاعلين وقادة مبدعين؟ المثلث الأساسي لبناء الفريق بيرتكب المثلث ده على ثلاث زوايا. الزاوية الأولانية وهي المهمة، والثانية الفريق نفسه، الثالثة هي الأدوات. كل نقطة هنعرفها حالا والنقطة دي بتمثل ايه في الفريق. اول نقطة معانا في المثلث وهي ايه؟ وهي المهمة. احسنتم. المهمة دي بيحصل فيها ايه؟ في الوقت ده بنحدد واجب الفريق ومهامه، بنوفر الجهود الضائعة الناتجة عن الوقت الضائع. ازاي؟ علشان اكون مرتكزة على زوايا المثلث، وعلشان اكون عندي فريق عمل بناء او ابني فريق عمل، يكون عندي مهام. وانا هعمل فريق عمل من غير ما يكون فيه عندي مهام؟ طبعا اكون حاطة مهام وحاطة اهداف، ببتعد نهائي عن وقت الضائع. النقطة اللي بعد كده وهي احنا قلنا ثلاث زوايا، قلنا الزاوية الأولى وهي المهمة، الزاوية الثانية في بناء الفريق. مين يقول لي مين رسم المثلث؟ ما كنا قايلين نحضر ورقة وقلم. المثلث الثاني من عيار اثنين خالص. قلنا المهمة الفريق نفسه والأدوات. يبقى تاني نقطة معانا وهي الفريق نفسه. الفريق نفسه هي العوامل. ايه العوامل اللي بتأثر على الفريق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حمادة. عوامل بتأثر على الفريق: تركيب الفريق والعضوية. يعني ايه تركيب الفريق؟ الفريق بيتكون من العضوية، الأعضاء اللي موجودين في الفريق، الأدوار والمسؤوليات، كل واحد له دور وكل واحد له مسؤولية، والعلاقات الخارجية والعلاقات داخل أعضاء الفريق. من أعضاء لابد من انسجام. جميل جدا. تالت حاجة في الفريق أدوات بناء الفريق. أدوات الفريق هي الوسائل اللي بتخلينا يقدر الفريق يعمل واجباته. زي ايه الوسائل اللي هنقدر نستخدمها كقادة؟ مكافآت. والمكافآت دي لا تنحصر تكون مكافآت مادية، لا، ممكن أقولهم جزاكم الله خيرا، أبدعتم، أحسنتم. يكون عندي أسلوب تحفيزي خارجي علشان أقدر أحفز الفريق لإنتاج المهمة المطلوبة منهم. النقطة اللي بعد كده بنتكلم فيها عن نظام عمل الفريق. ايه هو نظام عمل الفريق؟ اي فريق بيتبع نظامين، هو النظام الاول التتابع، والنظام الثاني وهو التزامن. ايه الفرق بين التتابع والتزامن؟ ايه هو الفرق بين التتابع والتزامن؟ التزامن، أستاذ محمد، أتتابع بنود مرتبطة بعضها البعض. رائع. لسه يا أستاذ محمد عاوز الإجابة. أستاذ رندا، التتابع وراء بعض التزامن يحدث في نفس الوقت. ممتاز جدا يا أستاذ رندا، تستحق نجمة. التزامن إن كل أعضاء الفريق بيأدوا المسؤوليات بتاعتهم في نفس الفترة الزمنية. يبقى التزامن إيه هو؟ كل أعضاء الفريق بيأدوا المسؤوليات في نفس الفترة الزمنية. طب إيه هو التزامن؟ إن كل عضو في الفريق بيبدأ من حيث انتهى عضو آخر. ندي مثال على النقطة دي. لو أنا عندي كرسي وعندي فريق عمل يعملوا الكرسي ده، هستخدم معاه إيه؟ تتابع ولا التزامن؟ لو أنا عندي مصنع هستخدم التزامن ولا التتابع؟ المصنع ممتاز، التتابع. طب التزامن؟ لو أنا عندي فريق عمل صغير عاوزين نخلص حاجة في وقت قصير، فكل الأعضاء بيشتغلوا في الحاجة دي كلها في وقت واحد. ممتاز جدا جدا جدا، أحسنتم. لما عرفنا دلوقتي إيه هي نظام عمل الفريق، عاوزين نعرف ايه بقى العوامل اللي بتساعد على نمو الفريق. في اي سؤال او استفسار في النقاط السابقه؟
طب ايه العوامل اللي بتساعد على نمو الفريق؟ اول حاجه التفاني في بذل الجهد لتحقيق الاهداف. انا الفريق العمل لازم يعي تماما ان انا لازم اتفانى بكل مجهودي وكل قدراتي علشان احقق الهدف المطلوب مني. ايه من ضمن العوامل بتساعد على نمو الفريق؟ تحمل الاعضاء المسؤوليات، كل عضو بيكون عنده مسؤوليه ولازم في حالات انجاز، وايضا الاتفاق على اسلوب موحد للعمل. لازم نتفق كاعضاء فريق، كقائد واعضاء فريق، على اسلوب موحد للعمل. احط ايه بنود العمل دي وازاي هقدر اتعامل مع الفريق فيها علشان ما يحصلش تضارب في المعامله. هشترك اشتراك القياده مع اعضاء الفريق. ازاي؟ انا كقائد لازم اشرك نفسي مع اعضاء الفريق. ازاي اشرك نفسي؟ حابين استشارات، عندي خبرات، فلازم اديهم الخبرات اللي عندي علشان اقدر يكون الفريق عنده نمو ويكون فريق عمل فعال. تدعيم الاتصالات اللي كنا قبل كده، لازم يكون قائد فريق متواصل مع الاعضاء، والاعضاء اللي جوه فريق العمل متفاعلين مع بعضهم. تبادل الثقه والدعم، لازم يكون اعضاء الفريق واثقين جدا في بعضهم علشان يحققوا الهدف المنشود ما بينهم. التعاون البناء، وعند التعاون البناء هقف واحكي لكم قصه. كان في حد عارف القصه الاب اللي ادى لولاده قوس؟ مين عارف القصة دي؟ طب اللي عارف القصة يكتب واحد. يقال سيدنا يعقوب. الله أعلم، الله أعلم. أستاذ محمد عندك مايك؟ يا أستاذ محمد لو حضرتك عارف القصة ممكن نخلي الدعم الفني يدي لك مايك تحكي لنا القصة. إيه في السؤال أستاذ رشاد؟ أقول في قصة. سألت القصة دي مين عارفها؟ قصة كان في أب مد لولاده قوس، فبسأل على القصة مين عارفها؟ أستاذ محمد عند حضرتك مايك؟ أخلي الدعم الفني يدولك المايك؟ للأسف لا. طيب خير. خوص؟ لا أنا بقول خوص. أكتبها لكم؟ تمام. طيب هحكي القصة سريعا جدا. القصة عن عبارة يوم من الأيام في أب كان حابب إن هو يعلم ولاده التعاون. فقال لهم إيه؟ نعم، في الاتحاد الأول باشمهندس هشام رائع. كان عاوز يعلمهم ان في الاتحاد قوة، وعاوز يعلمهم معنى التعاون. فالأب دخل على أولاده، كان عنده 3 أولاد وكل واحد في مرحلة مختلفة من الأعمار. أما الابن الأولاني عود من الخوص، مثلا وليكن ندي مثلا مش عارف شكل الخوص، عصاية. تمام؟ 7 أبناء، 3 أبناء، مش هتفرق. القصة بتبقى ممكن تختلف، بس المعنى واحد. فلما ادى كل ابن من ابنائه العصاية ديت او الخوص ديت، فكل طلب من كل ولاده ان هم يكسروها، فعلا كل واحد قدر ان هو يكسر العصاية دي. فراح مجمع حبة عصيان او حبة خوص، جمعهم وربطهم وقال كل واحد يمسك الحبة دول ويكسرهم. فكل واحد حاول ان هو يكسر فيها ما قدرش. فحصل ايه؟ قال كل واحد لو اتجمعنا احنا الثلاثة حاولنا نكسر العصيان دي هنقدر نكسرها. فلطل قدام استفدتوا ايه؟ فطبعا المعنى القصة او استفادة من القصة ان في الاتحاد قوة، والتعاون البناء في الفريق بيقول عليه ان هو قوة لا تهزم. التعاون البناء في الفريق هو قوة لا تهزم. شكرا لك يا استاذ غادة. يجب ان يعي قدر الله ما شاء فعل استاذ اسامه لعله خير. اهلا بك يا استاذ هبه. عاوزين بقى التعاون البناء في العوامل اللي بتساعد على نمو الفريق، انه بيدرك اعضاء الفريق ان نموهم ده هو عمليه مستمره، ما يقولش كل واحد بيشتغل لوحده ولا كل واحد هيحصل على هدف لوحده، هي عمليه مستمره تكون متواصلة مع بعضها. تدعيم التفاعلات وتحقيق التكامل بين أدوار الفريق، ده بيساعد على نمو الفريق. بدعم التفاعلات ازاي؟ بيكون عن طريق التواصل. اهلا بيك منوره القاعه يا استاذه مريم. تدعيم التفاعلات بيكون عباره عن ايه؟ عن ان انا اقدر اتواصل مع انا كقائد او حضراتكم كقاده مع عندكم اعضاء فريق، فبنتواصل مع بعض، فبيكون في تفاعلات نقدر نكمل بعض. كل واحد بيكون عنده مهاره، انا عندي مهاره كذا واخر عنده مهاره كذا، فبنكمل بعض. ما ينفعش ان يكون عندنا كلنا نمط واحد.
الفريق. والنقطة الأخيرة المراجعة الدورية لأعضاء الفريق بيساعد على نمو الفريق. إيه أقصد بإيه بالمراجعة الدورية؟ أقصد بيها إن أنا لازم أعرف قدرات الأعضاء نموهم المهني. أي مهارة أصيبة إيمان؟ عندي مهارة في الاتصال، عندي أي كانت المهارة حسب فريق العمل اللي بتعامل معاه. حسب فريق العمل اللي بتعامل، أنا لو بتعامل مثلا كمجموعة عاوز اعلم مثلا طلاب مهاره معينه، ايه المهاره اللي انا هعلمهم وهديكي مثلا مهاره الاتصال والتواصل الفعال، هعرفهم ازاي؟ يكون في كذا واحد في الفريق واصلي على الظبط الان استاذه غدا، فانا بعرفهم الاول، انا كقائده بعرفهم الاول ايه مهاره الاتصال الفعال، نتكلم مع بعض، بنحكي قصه مع بعض تبعهم هذه النقطه. فلازم اعرف المهارات بتكون مختلفه. اعضاء الفريق اللي كانوا معايا عشان اقدر اعلمهم عن مهارات الاتصال بيكون عندهم مهارات. واحد هتلاقي عنده تواصل فعال جدا، بيعرف عنده تحدي صادق، واحد تاني عنده انفاق تفاعلي، فده بيتعلم من ده وده بيتعلم من ده، فبالتالي عملت ايه؟ فريق فعال. ان انا كل واحد اتكامل مع بعض. الدعم الفني يا استاذه مريم اذا تكرمتي ننشر الفيديو الثالث، ننشر لينك الفيديو الثالث. حطيتيه جزاكم الله خيرا يا استاذه مريم، تعبينك. بعد ما نشاهد الفيديو ان شاء الله، اهلا بيك يا استاذ محمد. المحاضره بدات الساعه 7، وبدانا حديثنا بالضبط السابعه والخمس دقائق. الحضور الكريم الجديد بقى يعرفنا على نفسه فؤاد البريك بتاع الفيديو ده، يقول لنا هو من فين عشان نتعرف مع بعض اكتر. بعد ان شاء الله ما شاهدت الفيديو، يا ريت كلنا نحمل الفيديو على طول بعد ما نشوفه. اللينك الثاني هتلاقي اوله دولفين بطريق. اللي شاف الفيديو، ها مين شاف الفيديو اللي هو كان اوله بطريق وكان اخله الطائر اللي قطع ريشه؟ تمام، تحولنا للفيديو كل المعلومات اللي احنا عرفناها في الاول. يا ريت بقى على الواقع ده نصدق الكلام اللي احنا شفناه. ها نحلل، شفنا ايه؟ هل كان في فريق فعلا؟ هل ما كانش في فريق؟ كان في مراحل تكوين الفريق، هيبان بقى. ها في الاتحاد قوه طبعا، كان في تنظيم جميل جدا. في محمد فعلا استاذ محمد انه لمن الامل ان نسافر في مجموعات، ده الكلام اللي كان موجود. هو كان اصلا اعلان لشركه السفر فعلا. المجموعات حلوه. تحرقنا تحرقنا وتحللنا. عاوز اشوف المشاركات الرائعه، قاعه متفاعله، اين المشاركات؟ الفيديو اللي هدفه من جماعة اقوى من فرد الرائع استاذ رشا، التعاون افضل وسيله لقهر الاعداء، كانوا بيتعاملوا جدا متعاونين، كان فريق عمل منظم. لو الاتحاد لما انتصروا فعلا كلام اللي بجد يا استاذ محمد رائع. استاذ رشا كان من اقوال استاذ احمد الشقيري، يقول متحدين نقف متفرقين نسقط. احسنت. طب اليابان تميزوا بايه؟ دي ما يتميز اليابانيون، تنظيم فريق العمل. لما حصلت الواقعة الشهيرة بتاعت قنبلة هيروشيما، ايه اللي حصل؟ بنوا نفسهم بنفسهم، وقفوا واقفة مع بعض واشتغلوا كفريق عمل، وانتاجهم بقى رائع. اشخاص منظمة جدا، بيحترموا جدا المواعيد، اشخاص تحس يعني سبحان الله بيطبقوا الاسلام. وماذا نحن؟ سيد محمد يقول يتميزون بالعمل الاصراري والعزيمة. فعلا تعالوا مع بعض ونشوف في حاجات بنشوفها في فريق العمل، سلوكيات في فريق العمل، سلوكيات بنشوفها ايه هي ايجابيه، وايضا سلوكيات بنشوفها سلوكيات سلبيه. من ضمن السلوكيات اللي بنشوفها الايجابيه والسلبيه مع بعض، ساعات بنشوف نقد وسلبيه في بعض فرق العمل، بنشوف احتقار المناقشات، دي من ضمن السلوكيات السلبيه. بالنسبه للسلوكيات الايجابيه بنشوف محافظه على المواعيد، وبنلاقي اعداد جيد قبل الاجتماعات، وده اللي بيميز قائد الفريق. بيبقى في مشاركه، في تقوى، في دخول في اتصالات مفتوحه وصادقه فعلا مع بعض، بيكون عندهم تبادل اتصالات، بيسمعوا بعض كويس جدا.
بيسمعوا بعض كويس جدا، عندهم جدول اعمال قبل ما يقعدوا على السماعه كده، بيكون عندهم جدول اعمال، بيكونوا اشخاص ايجابيين جدا، دي سلوكيات فريق العمل الايجابي، تلاقي الحاجات دي موجوده فيهم. معنى كده ان ما شفتش الحاجات دي فبننتقل على السلوكيات السلبيه، بيستغلوا بعض، بيحاولوا ان هم يحققوا مكاسب شخصيه، فبالتالي بتعرف ان ده فريق عمل سلبي. هتلاقي ممكن يوافقوا على اي حاجه وممكن يرفضوا كل حاجة، يعني مفيش مبادئ عندهم. هتلاقي من السلوكيات الإيجابية إن هم بيلعبوا الدور القيادي في الوقت المناسب في الموقف المناسب، عندهم انفتاح عقلي شديد، عندهم بياخدوا المشكلات والمواقف بجدية ويقدروا يحلوها، بيحترموا بعض جدا، عندهم ثقة عالية في بعض جدا، بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم كويس قوي وبأدب قوي، بيقدروا ان هم يدخلوا في المخاطر اللي هم عارفين ان هي ممكن تقدر تواجهها، وبيتحدوا المخاطر دي وبيعدوها. من السلوكيات الايجابيه ان هم بيكون عندهم اسهل اهداف، حاطين اهداف واقعيه، من صفات الاهداف ان هي تكون واقعيه سمارت، كل واحد عارف دوره. دي السلوكيات الايجابيه. لما نيجي نشوف السلوكيات السلبيه، ما بيسمعوش لبعض، بيدخلوا في مناقشات جانبيه، بيحكموا على الشخص نفسه مش على الفكره، لما باجي اتناقش مع حد ما بحكمش على الشخص، المفروض احكم على الافكار. انا ما بشوفش الشخص اللي قدامي ده هل هو بيتميز، هو نوعه ايه او شكله ايه او الكلام ده، لا، هو ده من السلوكيات السلبيه ان هم بيحكموا بقى على الاشخاص مش الافكار، ما بيشاركوش، هتلاقوا معظمهم انطوائيين، ما بيتواصلوش مع بعض، على طول محبطين، عندهم ملل، عندهم سلبيه، بينسحبوا نفسيا جدا، بيتجنبوا اتخاذ قرارات. ممكن كل واحد فيهم بيطلع لك ب 100 راي، دي من ضمن السلوكيات السلبيه اللي بنشوفها في فريق العمل. لو جينا نشوف مع بعض ايه صفات اعضاء فريق العمل، في صفات بيتصف بيها اعضاء فريق العمل، مين عارف ايه الصفات اللي ممكن يتصف بيها اعضاء فريق العمل؟ عندنا حوالي 5 صفات، هي الشخصيه الاولانيه العمليه المنفذه، الثانيه الكمبيوتر، الشخصيه اللي بعد كده الشخصيه الاداريه، والمبدعه الخياليه، والتاليه هي الكاريزما. طب ايه الشخصيه العمليه المنفذه؟ هي شخصيه تؤمن باهميه انجازها، وشخصيه سريعه جدا في اتخاذ قراراتها، بتتمتع جدا الشخصيه العمليه المنفذه دي بشخصيه قويه، وهي بتكون شخصيه فعاله جدا، شخصيه مخلصه جدا، تقدر تعتمدي على الاداء الخاص بها. لما نيجي نشوف من الصفات الثانيه اللي هو الشخصيه الكمبيوتر، شخصيه العضو اللي هو الشخصيه الكمبيوتر، بيكون الشخصيه دي قاعده بيانات الفريق، شخصيه بتحب تجمع المعلومات، وقبل ما تاخد القرار بتكون متانيه في اصدار القرارات، بتتميز بالصبر جدا، تكون شخصية حذرة جدا، بتحب تدرس المواقف جدا قبل ما تتخذ القرار. الصف الكمبيوتر ده بيكون مهم جدا في فريق العمل، ليه؟ لانك بتشوف الواقع المنظم من خلال ننتقل على الشخصية الإدارية، الشخصية الثالثة، الشخصية الإدارية هو من ضمن أعضاء فريق العمل، بيحط العملية الإدارية كده حبة اهتمام، هتلاقيه جدا مهتم بسير العمل، بيحب يعمل تقارير، بيتأكد إن الخطط بتصير بشكل منظم. الشخص ده أو الصنف ده اللي هو الشخصية الإدارية بتحب جدا 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 تنظيم العمل، بتعيد الفريق لو هو حول عن مساره، بتعيده تاني على المسار مره تانيه. الشخصيه اللي بعد كده هي الشخصيه الرابعه، وهي الشخصيه الكاريزميه. الشخصيه الكاريزميه ده شخصيه الناس بتحبها جدا، شخصيه جذابه جدا، معروفه ان من اعضاء الفريق ان هي شخصيه مهذبه، شخصيه لطيفه، اعضاء الفريق بيحبوه وبيدعوه جدا، علشان كده من السهل جدا ان انا اقدر اجمع وحفز فريق العمل من خلال العضو ده. الشخصيه دي بتبقى مهمه جدا في الفريق. الشخصيه اللي بعد كده الشخصيه من اعضاء الفريق بيبقى عندها خيال جدا، على طول بيحب بيحط حبه ابداعات على الفريق، بيكون شخصيه عندها افكار، عندها رؤى، عندها افكار جديده بتحب تطلعها. مهم جدا العضو ده في ايه؟ تحس ان هو كده الرئه بتاعت الفريق، تحس ان عندك شعور ان الشخصيه دي المجدده بتاعت الفريق.
بتكسر النمطيه بتاعه الفريق العمل، بتغذيه، بتخرجه عن المألوف. هي شخصيه مخترعه، شخصيه لابسه القبعه الخضراء. عارفين ايه صفات القبعه الخضراء؟ ها عارفين ايه؟ مش نعم يا استاذه مريم الصوت. طيب لو جينا سالنا مع بعض، اسالكم سؤال، تحب مين في فريقك؟ تحب مين في فريقك؟ احنا قلنا شخصية الكاريزما، شخصية المبدعة الخيالية، شخصية الإدارية، شخصية الكمبيوتر، شخصية العملية المنفذة. تحب مين في الفريق؟ اللي بيقترح حلول المشاكل، المبدعة الخيالية، ها المنفذ العملي. رائع. وما هو أيضا اللي بيستفاد منه من خبراته؟ جميل. الشخصية العملية المنفذة. مين أحلى شخصية؟ اللي هيجاوب على السؤال ده اديله نجمتين. ها مين أحلى شخصية؟ كل واحد جاوب من وجهة نظره، دي إجابة رائعة. بس الإجابة اللي أنا أكدها جاوبها عشان أنا كده هاخد نجمتين. طبعا عاوزة تقفة كبيرة ليا. إن لازم إن يكون في أعضاء الفريق كل الصفات دي. ليه؟ إحنا قلنا من صفات الفريق إن هو يكون فيه تكامل، لازم يكون فيه تفاعل. فما ينفعش أكون كل أعضاء الفريق شخصية كاريزمية، كل أعضاء الفريق شخصية عملية منفذة، كل أعضاء الفريق شخصية إدارية. ما ينفعش، لازم يكون في كاريزما، في شخصية مبدعة خيالية، في شخصية إدارية، في شخصية كمبيوتر، في شخصية عملية ومنفذة. التكامل، فاكرين لما قلنا فكره بقت فكره لا تساوي فكرتين؟ فعشان كده هو ده صفات اعضاء الفريق. كل ما يكون اعضاء الفريق في تنوع، كل ما تلاقي انتاج اكتر وتفاعل اكتر، لان كل واحد بيكمل بعض. طب ايه المهارات السلوكيه المطلوبه للاعضاء؟ كل عضو في الفريق لازم يكون عنده مهارات. ايه بقى المهارات السلوكيه اللي احنا عاوزين نعلمها للاعضاء، او الاعضاء يكونوا عندهم المهارات دي؟ لازم يكون عندهم مهاره الحديث ادب امن المجموعه، عشان انت ممكن تختار عضو من الفريق ده يكلم المجموعه، فبيكون عنده مهاره الحديث امام مجموعه. لازم يكون عضو الفريق عنده مسؤوليه، يقدر يتحمل المسؤوليه، عنده تحمل الافكار اللي هو بيطلعها عشان يقدر ينفذها، عنده جراه على الجهر بالراي. اصل لو هو شخصيه انطوائيه، شخصيه ما بتعرفش تعبر عن رايها، مش هتقدر تتفاعل مع الفريق. فبالتالي عاوزين نشرك الشخص الانطوائي ده في الفريق عشان يقدر يتعلم مهاره جديده، وبالتالي هيكون عنده قدره على قول لا عند اللزوم. ما ينفعش ان هو يقول لا على طول، او ايوه على طول، لا، هيقول لا في الوقت مناسب. عنده قدره على التعبير المشاعر الايجابيه والسلبيه، لو شايف ان في حاجه صح بيصلي، لو في شايف حاجه غلط بيقول ان ده في غلط والصح بتاعه ايه. بيكون متقبل للنقد. شخصيه اعضاء الفريق او المهاره اللي عاوزين برضه نتعلمها، لازم يكون عنده تفاوض علشان يقدر يحصل على اللي هو عاوزه، قدرته على طلب السلطه، ويقدر يتحمل القيادة، لأن القائد ليس دائما قائد على عضو الفريق، لا، ممكن القائد يتغير. ويا سلام بقى لو قائد مبدع بالفعل إن هو يربي أعضاء فريقه إن هم يكونوا القادة، ويعلمهم مهارات ويعلمهم خبرات علشان يقدر يعوض النقص اللي هيبقى موجود في الفريق بعد كده، فبالتالي بيخلق جيل مختلف. هيكون عنده مهارة إن هو يسامح الآخرين بالمشاركة في السلطة، عنده قدرة على طرح الأسئلة، وعنده اقتراح للأفكار وللمناقشة. دي مهارات سلوكية بتبقى مطلوبة جدا للأعضاء، ويكون كل عضو عليها. طيب النقطة اللي بعد كده، أسباب فشل فريق العمل أو فرق العمل. إيه الأسباب اللي بتخلي فريق العمل بيفشل؟ عدم توافق هيكل الفريق مع هيكل المنظمة. يعني إيه عدم توافق هيكل الفريق مع هيكل المنظمة؟ الفريق نفسه مش منتجب مع المنظمة، بيخلي الإدارة العليا بتتخلى عن دعم الفريق على طول، سايباهم كده مفيش مكافآت. قلنا المكافآت مش بس مادية، مكافآت ثناء وشكر، أو مفيش تحفيز، ما بيكونش في تركيز على العمل، بيهملوا العلاقات بين الأعضاء، مفيش تواصل فعال، الأعضاء نفسهم مع بعض ما بيبقاش عندهم إنضاج، بيهربوا من تحمل المسؤولية اللي هم بيقوموا بيها، فبالتالي هيقع الفريق العمل. دي حجم الفريق، لو حجم الفريق كبير قوي، لو
وعدم تنظيمه بيوقع الفريق، وعدم فهم مراحل تطور الفريق، وضعف القيادة الخارجية للفريق، وفشل في المنظمة في استغلال جهود الفريق، وعدم تلقي الأعضاء للقدر الكافي من التدريب. دي كلها أسباب بتؤدي إلى فشل فريق العمل. لو أنت أستاذ محمد، لو أنا دخلت فريق عمل جديد إزاي أتأقلم معهم؟ حضرتك المفروض تعرف نفسك، بتعرف إيه مهاراتك، هتلاقي في ناس بتألف معاهم، تعرف الشخصيات، تحاول تعرف على الشخصيات، تشوف طبيعة العمل ده إزاي، ايه دورك اصلا في الفريق. فبالتالي بعد فترة انت في مرحلة دلوقتي اسمها مرحلة البدايات. مرحلة البدايات انت، احنا قلنا في التشكيل السليم اصلا للفريق، او انت كعضو جديد في الفريق هتكون لسه مش عارف الفريق. فبعد فترة هتلاقي نفسك خدت على الفريق، وهتعرفت الفريق ده في ايه وفي ايه، وهتكون مكونين على صداقة جيدة. محمد، اولا معرفة المهام الموكلة اليك، طبعا المهام الموكلة إليك هتعرف دورك إيه في الفريق، فبالتالي هتعرفك إيه مسؤولياتك إيه، هتعرف تأدي عملك إزاي، فبالتالي مش هتتداخل الأعمال مع بعضها. هتتأقلم معهم عن طريق فن الاتصال والتواصل الفعال، فبالتالي لازم يكون عندك المهارة دي عشان تتأقلم معهم. عرفنا ايه اسباب فشل الفريق وهي مواصفات نمو الفريق. هننتقل للنقطة اللي بعد كده وهي مواصفات الفريق الفعال. من ضمن مواصفات الفريق الفعال هي تبادل الثقة والدعم. لازم يكون في ثقة ودعم بين الفريق وبعضه، يكون عندي اهداف واضحة، ويكون سمارت اللي هي صفات الاهداف الفعالة او الاهداف، يكون في صراحة مواجهة، لا في خطأ اصارح بيه الخطأ ده، اشوف هقدر اتجه ازاي، يبقى في عندي مراجعة دورية، في تعاون، في منهج سليم في العمل، عندي علاقات سليمة بين فرق وبعضها، قيادة مناسبة ونمو فردي. بماذا اقصد بالنمو الفردي؟ النمو الفردي هنا اقصد ان الفرد اللي داخل الغرفة لازم يكون عنده مهارات تساعده على تخطي العقبات، مش مهارة بس، لا ده هو بيحاول ان هو يتحرك مع نفسه عشان يواكب فريق العمل. القيادة المناسبة هي بتخلي من الفريق فريق فعال. قائد الجيد بيخلي الفريق فريق فعال. لما اكون حاطه منهج سليم في شغلي اقدر يكون عندي اهداف واضحه، بقدر اشتغل صح. في اي استفسار في النقطتين دول؟ ممكن اعمل حاجه اكتر من المطلوبه منك عشان اتاقلم بسرعه مع الفريق والتزم بالمهام بتاعتي؟ هقول لك حاجه يا استاذ محمد، حسب الفريق العمل اللي انت بتشتغل فيه ممكن تؤدي مهام اسرع او تعمل حاجات اكتر من المطلوبه منك. لو هتلاقي ان ده هيعود عليك بحوافز او ترقيه او حاجات معينه، ده حاجه كويسه جدا. حتى لو مش هيعود عليك بالترقيه او هيكون في عائد من النقطه دي، هتقدر تتعلم خبرات ومهارات اكتر من زمايلك، فبالتالي ده هتتاقلم معاهم. بغض النظر عن التاقلم، انت كده هتكسب مهارات اكتر، هتتعرف على حاجات اكتر في الشغل، هتلاقي نفسك استوعبت بسرعه، وده حلو قوي قوي قوي. لو هنلتزم بالمهام الموكله ليك، حضرتك تكون تبع الصفات النمطيه في العمل، موظف بمعنى اصح يا استاذ محمد. فان انت تنتج اكتر، دي في حاجه اسمها في علم الاداره الكفايه الانتاجيه، ان انت بتعمل شغل كويس في وقت قليل. استاذ محمد، اذا لم يتحمل العضو مسؤوليه كامله، هل من اداب العمل الجماعي معاقبته؟ في حاجة اسمها التقييم. من ضمن حاجات التقييم دي أستاذ محمد، أسألكم رائعة جدا. التقييم في وانت بتقيم فريق العمل كقائد أو قائد في الفريق بيشمل حاجتين. التقييم ده بيشمل تقييم القائد لفريق العمل وتقييم من الأعضاء نفسهم. طيب نرجع لأستاذ محمد في سؤاله، في أداب للعمل معقبة، في معقبة يعني في النقطة للتقييم الفريق، أنت مش هتعاقب مثلا تمسك عصاية وتضربه، لا، العقاب هيكون على أساس إيه؟ ممكن في أسلوب التحفيز. تحفيز ممكن، لو هيكون في تحفيز مادي تخلي تبقى عارف من الأول خالص في أهدافك إن اللي هيخطأ في كذا هيبقى في أسلوب عقاب معين، مش بعد ما عمل الخطأ وأنت مش حاطط أصلا أساليب العقاب تروح حاطط أساليب العقاب بعد الخطأ، لا، حضرتك لازم يكون عندك من الأهداف أصلا أو الحاجات اللي حاططها في بالك بتبقى متعارف عليها بنود معينة، لو يعمل حاجة غلط أو في حاجات خاطئة في فريق العمل فده بيكون
العقاب بتاعه ده، دي حاجه. الحاجه الثانيه العقاب مثلا مش هتدمر بيه الفريق، العقاب بيبقى متناسب مع الموقف. ندي مثلا لو واحد في مصنع وعمل غلف مثلا الحاجه اللي في المصنع دي بطريقه مش كويسه، ايه العقاب المناسب ليه؟ تطرده؟ هل يستحق الطرد؟ ده عقاب. هل يستحق الطرد؟ هل جزاء ان هو مثلا؟ طبعا لا. فمعنى كده ان هو انا اقدر اوظف عقابي بالقدر المناسب للخطا، وبكون حاطه قواعد للخطا ده، ببقى معرفه من الاول، فبالتالي تتجنب الاخطاء. فبكره اكثر مشكلتين بيقع فيهم فريق العمل الصراعات الداخليه، دي بتؤدي الى حد ما الى فشل بعد كده لو القائد ما قدرش ان هو يقدر يتعامل مع المشكلات او الصراعات دي. المشكله الثانيه اللي ممكن تواجهنا اللي هي قلنا اول حاجه الصراعات والتنافسات. المشكله الثانيه اللي بنشوف كتير جدا اعضاء شغالين كويس قوي 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 واعضاء تانيين مش شغالين. طب تعمل ايه؟ لازم تحاول تفهمهم ايه هدفنا من العمل الفريقي، بتحاول ان انت تدمج الاعضاء مع بعضهم، بتعلمهم مهاره جديده، بتحاول تشرك الاعضاء الفاعلين مع الاعضاء الغير فاعلين علشان يتعلموا مع بعض وينتجوا، لان احنا قلنا من صفات الفريق من مواصفات الفريق او من اعضاء الفريق ان يكون عندهم ان العمليه دي مستمره مش متوقفه على فرد واحد. التعاون مهم جدا من الفريق العمل الفاعل. تمام كده؟ تعالوا بقى ننتقل لنقطة بعد كده، بنشوف حاجات في فريق العمل، إيه الحاجات اللي من ضمن المواصفات اللي بنشوفها في فريق العمل؟ حاجة اسمها أنواع القوة ومصادرها، بتلاقي قوة بتكتسب للأعضاء داخل فريق العمل، إيه أنواع القوة اللي بنشوفها؟ هي القوة الشرعية، إيه القوة الشرعية؟ أول نوع معانا، القوة اللي بيمنحها الفريق للعضو، فدي قوة مصدرها الفريق نفسه. أما القوة الثانية هي قوة الخبرة. إيه قوة الخبرة؟ ها؟ قوة العضو صاحب الخبرة. عندك عضو في الفريق ممكن يكون عنده خبرة ومهارة، فبيكون هو أصلاً عنده قوة دي مستودعها من خارج من خبراته، فجاي جديد على الفريق أو أصلاً موجود مع عضو الفريق، فده ميزة من المميزات. قوة المنصب من ضمن القوة اللي موجودة في أعضاء فريق العمل، دي بيحصل عليها عضو من منصب خارجي أو كان شغال في منصب معين، فلما انضم للفريق العمل دوت هو أصلاً مكتسب القوة دي أصلاً. إيه القوة الذاتية؟ هي قوة ناجمة عن الثقة بالنفس. عضو فريق عندك عنده ثقة بالنفس، ودي بتبقى ممتازة جدا، تقدر توظفها كويس قوي. في قوة تنافسية، قوة بتحقق نتيجة هزيمة منافس عدواني. في هتلاقي قوة جوه بعض بيبقى قوة تنافسية. قوة الإحساس بالذنب، العضو بيحصل عليها نتيجة إشعار الآخرين بالذنب لما قاموا به أو لم يقوموا به من أعمال. يعني إيه؟ ممكن عضو من أعضاء الفريق يحسس الأعضاء الآخرين إن أنتوا أخطأتوا وحاسين بالذنب قوي. ليه؟ لأن هم قاموش بالعمل، فده هو شخصية قوية عنده قوة إحساس بالذنب، يقدر يحسس الآخرين بإن هو عنده ذنب، أو ممكن يحسسهم إن هو إيه؟ ما عملوش شغل أصلاً، فده بيكون غلط في الفريق. ان هو يكون القائد مش عارف يقدر يتحكم في النقطه دي، فبتخل الفريق يتعدى عن مهام القائد. لما نعرف نوع القوه فبالتالي عاوزين نعرف طب انا اقدر ازاي كقائد انظم اجتماعات في فريقي؟ اعمل تنظيم اجتماعات ازاي؟ هنعرف دلوقتي تنظيم الاجتماعات. عشان اقدر انظم اجتماعاتي لازم اوصف اجتماعاتي بعدة صفات. طبعا موضوع تنظيم الاجتماعات ده موضوع كبير جدا، بس احنا هنحاول نقول النقاط الواضحه فيه او المهمه اللي فيه. في مظاهر تنظيم الاجتماعات، اول حاجه عاوزين بنشوف اول حاجه مشكلات. المشكلات دي بنشوفها في الاجتماعات، نعرف ايه المشكلات علشان نعرف بعد كده خمس خطوات نقدر نحط بيها الحل بتاع المشكلات. تمام صح حاجات. اول مشكله بدء الاجتماعات في وقت متاخر عن الميعاد بتاعها. معنى كده ان انا كقائد لازم احط الميعاد
قبل الاجتماع معالج مناسب للاعضاء يكون يعلن للاعضاء كلهم في نفس الوقت. لما احط معاد ابدا فيه اولا انت قائد قدوه، فيجب ان تبقى قدوه للاخرين. من ضمن المشكلات اللي بواجهها في الفريق عدم تحديد اهداف اجتماع قبل الجلسة. ينفع احط اجتماع من غير ما اروح اجتماع من غير ما احط له اهداف؟ لا طبعا، وما ينفعش. ليه؟ رايح اجتماع ده لقيته في الاجتماع من غير ما احط له اهداف، فكده انت استخيل بالاجتماع. غير جدول الاعمال، كل خلي كل اعضاء الفريق يحط جدول اعمال، وحضرتك تكون حاطط جدول الاعمال. من ضمن المشكلات اللي بنواجهها في الفريق عدم استعداد المنسق. المنسق ده من ضمن ادوار عضو اعضاء فريق العمل، المنسق اللي هو بينسق الاعمال. محاوله بعض الاعضاء الهيمنه على الاجتماع، اختصار الحديث والمناقشه ده كله ازاي نقدر نواجهه؟ اختصار الاجتماع على تبادل المعلومات وحل المشكلات، ده ما يكونش هدف رئيسي في اجتماعات فريق العمل. ما ينفعش اقاطع الاعضاء كلهم وما ادهمش مساحة طول الوقت ان هم يتكلموا، لا بيكون في لغات حوار. كثرة المناقشات الجانبية بعد انتهاء الاجتماع ممكن يعملوا عليه في انقلاب على طول. يعني انت بعد ما خلصت الاجتماع وهم عملوا مناقشات بعد ما يخلص الاجتماع، فممكن يقلبوا القرارات اللي هم اتخذوها، فده بيحطك في مشكلة. عدم الوصول الى نتائج وغياب المتابعة وتشتت مسؤوليات الاعضاء، ما بتوصلوش لنتائج، ما فيش حلول المشكلات عندكم، ما القائد ما بيتابعش الاعمال اللي فيها، فبالتالي بيحصل ايه؟ بيشتت الاعضاء وبالتالي بيحصل مشكلات في الاجتماعات. عندنا خمس خطوات عشان نقدر نحدد بيهم جدول الاعمال. خمس خطوات سهله وبسيطه. اول حاجه انا بطلب افكار الاعضاء اللي ضمها لجدول الاعمال زي ما قلت لحضرتك قبل الاجتماع. بتطلب تحاول تقول او تدي وقت في الاجتماع لكل حد في الاجتماع المسبق. في اجتماعات عندنا احنا في دراسه انا درساها، هنا عندنا في اجتماع اسمه اجتماع تمهيدي او اجتماع تعريفي، حضرتك قائد والمجموعه جديده وعايزين تتعرفوا على بعض، فبتعمل ايه؟ حاجه اسمها اجتماع تمهيدي او اجتماع تعريفي، انت بتعرف بنفسك والاعضاء بيعرفوا بنفسهم، فبالتالي عملت خطوه تواصل جميله قوي. كل واحد يعرف مع بعض، فده من ضمن الاجتماعات اللي هي اجتماع التمهيدي والتعريفي. في بعد كده اجتماع اشرافي ان انت بتقيد مشرف عليهم وبتتابع اعمالهم. في اجتماعات بعد كده اسمها اجتماع تقييمي بتقيم اعمالهم، فهم بيبقوا عارفين ان انت بتقيم اعمالهم، فعارفين هدف الاجتماع ايه. طلب افكار الاعضاء اللي ضمها جدول الاعمال من ضمن الخطوات عشان احدد جدول اعمال. تاني حاجه اراجع اعمال المتفق عليه في جلسات سابقه. انا بكون حاطه مهام، بيبقى في حاجه اسمها محضر اجتماع او انا بسجل الاجتماعات، ومميزات الاجتماع ان انا بسجلها عشان اتخطى عن الاخطاء، او لو حصلت مشكله قبل حصلت مشكله جديده بكون عارفه سير العمليه اللي انا ماشيه عليها ازاي، فبالتالي اقدر انفذ هذه المشكله. ثالث حاجه من خطوات تحديد جدول الاعمال تحديد الاولويات وضعها في تسلسل منطقي، ومن السهل جدا فقط تحط المهمه دي لان ده دورك. ممكن يكون اعضاء الفريق مش عارفين ايه اولوياتك في المرحله دي، فانت بتفهمهم ايه هي اولوياتك في المرحله دي. ارسل جدول الاعمال لجميع الاعضاء قبل الجلسه، تصور جدول الاعمال اللي انت حاطته وديهم لاعضاء الفريق كله. توفير نسخ قليلة زائدة من جدول الأعمال، واحد يقول لك أنا نسيت ضاع الجدول ومش معايا وحاجات كده، بقى ممكن نتحجج بيها علشان ما يتمش العمل بيه. عندنا في الاجتماعات لازم نحدد مكان، أنا رايحة اجتماع لازم أحدد مكان الاجتماع وإزاي هقعد في الاجتماع ده. كل اجتماع ممكن يتخلل اجتماع على شكل دايرة، طبعا عارفين شكل الدايرة، واجتماع على شكل مربع، عارفين المربع انه اصغر مربع بيكون لي زاوية كده، هحاول ارسمه لحضراتكم. شكل الدايرة شكل مربع ناقص ظل من القائد بيبقى قاعد، اما شكل حدوة الحصان بيكون شكل كده تمام، القائد بيكون قاعد هنا. الرسومات واضحة لو واضحة من فضلكم نكتب واحد. طبعا عشان ما ندخلش في التفاصيل، الدايرة ليها مميزات والمربع ليه مميزات وحدوة الحصان ليها مميزات وكل واحدة برضه فيها عيوب. لو عاوزين تعرفوا معلومات اكتر يا ريت تتابعونا برضو على جروب قادة مبدعون، بننشر حاجات بعد المحاضرة او خلال المحاضرات اللي جاية هنعرف معلومات اكتر.
يا ريت الدعم الفني ينشر لنا جروب قادة مبدعون أرى تقييم المحاضرة إذا سمحتم من جروب قادة مبدعون. بعد المحاضرة في استمارة إن شاء الله يا ريت اللغة عندي على قارة جروب قادة مبدعون يا ريت نتواصل بيها ونقدر نملك. النقطة اللي بعد كده أنا عاوز أجمع معلومات. إزاي أجمع معلومات؟ في طريقتين الطرق أبرز الطرق اللي بقدر بيها أجمع معلومات من أعضاء الفريق. أول حاجة قاعدة الأفكار وثاني حاجة هي العصبة الطبية. إيه قاعدة الأفكار؟ جماعة الأفكار وجوزيف الجنة أستاذة مريم نشرت لنا جروب قادة رابط باع جروب قادة مبدعون أسابق الله الجنة وأنتم أيضا ربنا يرزقكم الجنة. طبعا نحن جايين طابع علم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علم سأل الله طريقا إلى الجنة فأنتوا على خطوات يعني ربنا يجمعنا إن شاء الله نلقى الله عز وجل في هذه الصحبة. طبعا الدعاء بالاستجابة في حلقة العلم يعني ربنا يكرمكم ربنا يجمعنا في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا وتقولوا بقى أنا كنت في القاعة. شكرا لك يا أستاذة مريم. وبرضو في استمارة في على جروب قادة مبدعون تقييم المدرب. التقييم بيفيدنا جدا. أول حاجة لما بكون مخطئة في حاجة أو أي كان بيكون في تفادي للأخطاء المرة القادمة نعرف أول حاجة من بجمع الأفكار يا عص الأفكار بحدد موضوع المناقشة. أنا في الاجتماع بحدد موضوع المناقشة بخلي كل عضو من الحاجات اللي هو جه بيها جزاكم الله خير أستاذة مريم هما هيدخلوا على الجروب بتاع قادة مبدعون. أول حاجة مخصوصة في جروب قادة مبدعون هي لينك تقييم المحاضرة. تعبناك يا أستاذة مريم وأشكر جدا الدعم الفني اللي موجود كله في القاعة. أول حاجة عصف الأفكار تحديد موضوع المناقشة. تاني حاجة هقوم قيام كل عضو بالحاجات اللي هم اتفقنا عليها قبل جدول الأعمال يقول هي الأفكار بتاعته. أسجل كل اللي قاله من أفكار بطريقة تطيح لجدول ما يتم تسجيله. ممكن يكون عندي سبورة ممكن يكون معايا لابتوب أكتب عليه يكون عندي داتا شو يشوف إيه هو المكتوب يعني في وسائل إن أنا أقدر ورقة صحة مثلا وأكتب كل الأفكار اللي هم بيقولوها. ما خليش فيه تعليق على الأفكار اللي موجودة أو نقد على الأفكار الموجودة. العقلي أستاذ إيمان والله وكان قطع المحاضرة اللي فاتت المرور كان عندي قطع فأعتذر عن محاضرة إدارة الوقت بتاعت المرة اللي فاتت أنا فعلا كان المرور عندي قطع. السرعة في تقديم الأفكار تشجيع قبول كل فكرة. فطبعا كل واحد لما بيقول فكرة بسرعة كده بتجمع معلومات أكتر. لما بيفهم كل دور عضو دور عضو لما بيقيش اللي بيقدمه فبتروح على طول معدي اللي بعد ما تستناش يفكر اول مفروض دوره جه بتقول ما لقيتش اجابه عند عضو فريق فتنتقل للي بعدي ولما يجي عليه دور تاني بتروح عامل ايه عصر ذهني ويقول هو افكاره ما ينفعش ياخد دور اللي بعده. الاستمرار في اخذ الاراء حتى يتم استنتاج او يتم الوصول الى نهايه الوقت. انت طبعا بتبقى حاطط وقت للاجتماع من مواليد الاجتماعات الجاد حاطط وقت للبدايه وحاطط وقت لنهايه الاجتماع. ثاني نقطه قلنا ايه ثابت الافكار في الاجتماعات. الاسلوب ده لما بتحس ان الاعضاء عندهم عصر الافكار هتلاقي الموضوع مناقشته حلو جدا فبتروح هتكتب بقى كل الافكار بتوزع عليهم ورق. في بقى افكار تانية ممكن تعملها لو هتلاقي بقى ان المواضيع كثيره جدا فبتروح موزع عليهم ورق كل الافكار اللي عندك وانت ممكن تلخصها في وقت او تحدد حد يخصصها لك. لو في افكار متكرره يصف الافكار دي وبيتم عرضها في النهائي. شكرا لك يا استاذة مريم. ده بالنسبة لعصف الافكار وكتابة الافكار. طب عندنا طرق اتخاذ القرارات. لازم كقائد فريق عندي مهارة اتخاذ القرارات. من قواعد اتخاذ القرارات عندنا حوالي 5 قواعد لاتخاذ القرارات. اول قاعدة هي قاعدة الاغلبية او التصويت. هي عبارة عن ايه قاعدة الاغلبية او التصويت؟ عبارة ان انا باخد قرارات طبعا الاغلبية الاصوات انا عامل فوت يبقى الاعضاء لو انا قلت فكرة معينة وعاوز الفريق كله يشارك فيها فبقول الفكرة اللي موافق فبنشوف عدد اغلبية الاعضاء طبعا الاغلبية بتعدي النص نصيب واحد يعني على طول.
يعني عندك 10 مجموعات لقيت 5 بس موافقين، لا انت بتعمل ريبورت او توضح الفكره اكتر. لو لقيتهم 6 يبقى كده الاغلبيه اللي فاتت. بالرأي ده يبقى هتمشي القرار وبقيه الاعضاء بيتخذوا سير هذا القرار. تاني حاجه او تاني قاعده معانا هي قاعده الاقليه. ايه بقى قاعده الاقليه؟ هي طريقه العضو فيها بيكون عضو واحد او عضوان بيتخذوا القرار نيابه عن الفريق كله. الطريقه الفرديه هي تالت طريقه في اتخاذ القرارات. شخص واحد بيكون هو شخصيه عنده سلطه اتخاذ القرارات، بيصدر امر بيكون ده الزامي على الفريق كله والفريق لازم يلتزم بيه. الطريقه الرابعه هي الطريقه الفرديه بعد المناقشه، هي طريقه بيكون فيها كل شخص على سلطه اتخاذ القرارات بعد ما بيسمح للاعضاء كلها بالتعبير عن وجهه نظرهم. النقطة الخامسة عدم اتخاذ قرار. طبعا هنا في النقطة دي طبيعي لما بناخدش قرارات مش هتلاقي نتيجة نهائية بعد مناقشتك للموضوع. طبعا تلاقي مناقشة سخنة جدا وده هيشد وده هيشد، مفيش سماع للكلام مع بعض، فبالتالي ما بيبقاش فيه اتخاذ قرارات. بعد كده في نقطة ستة وهي اتخاذ القرارات اللي هي بالتراضي والإجماع. كل الفريق بيوافق على الحل الأمثل بالتراضي والإقناع وإن هو الجميع هيلتزم بيه. دي طرق اتخاذ القرار، ودي كانت معظم محاضرتنا النهارده. اتعرفنا على صفات الفريق وعرفنا ايه المشكلات اللي بنواجهها في الفريق وعرفنا معلومات كتيرة جدا. في اي سؤال حابين في المرحلة اللي فاتت دي كلها اعيده تاني او اوضح اكتر؟ في تيم وورك لقيت تيم وورك اللي هي معاني جميلة قوي، تي توجذر اي افر وان اي اتشيفمنت ام مور. مين هيترجم؟ ترجمة معا، كل واحد ينجز اكثر. احسنت استاذ محمد، شكرا ليك، تفاعل رائع. اي سؤال احب اقول لكم؟ سعادة المؤمن بالحب في الله، والحب في الله سعادة ابعدها ابقى اعمق من كل عمق لا يعرف ماذا يلقاها الا المؤمنون الصادقون ولا يقبلون لها بديلة. نون نذ رضا الله والوالدين، عين عاهد روحك ونفسك على الصدق والوفاء، مين مد يدك وقف بجانب من يحتاج اليك، الف ابتسم وحاول ان ترسم البسمه على وجوه الاخرين، تاء تابع دربك بالحياه ولا تقف ابدا اذا واجهك الصعاب ولا تنسى نعمات مكين. الحابب يكون عنده مراجع للامر في 3 كتب، كتاب لاداره المنظمات الاجتماعيه الدكتور خالد عبد الفتاح ودكتور ابراهيم سليل العمل الجامعي وكتاب مرجع انجليزي يتيم بيلدينج توركيز. تابعوني على جروب قادم مبدعون، اي استفسارات عنديش مشكله خالص. في اي استفسار او اي سؤال، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنه منزله، اسعدكم الله ابدا الدهر. استاذ محمد انا بحاول انزل بعض المحاضره ان شاء الله نقاط عامه كده عن المحاضره، فاحاول اخليها بي دي اف ان شاء الله. اياكم واياكم اياكم وخيرا عني. شكرا لك يا استاذه مريم. استاذه مريم نشر الجروب قاده مبدعون، تواصل عليه، هتلاقوني على جروب قاده مبدعون. يا ريت برضه تنموا الاستماره اللي موجوده على جروب قاده مبدعون، هي استماره تقييم فريق العمل. معذره، استماره التقييم المدرسه. استاذ ايمان، هو انا درست صحه نفسيه؟ هي مش مجال، انا كانت من ضمن المواد فعلا مادة الصحة النفسية، بس ما كانتش هي المجال الاساسي يعني الدراسة. على فكرة ان شاء الله باذن الله النهاردة او بكرة بالكتير هيكون في واجب عملي، او بلاش كلمة واجب عشان احنا مش متأثرة، انا ما بديش واجبات، انا اقول ان هو تمرين على جروب قاسم مبدعون هحاول انشره، وعاوزين نتكلم فيه عن فريق العمل، هيكون تمرين خاص بفريق العمل، اوكي؟ فياريت تتابعوني ان شاء الله النهارده او بكره بالكثير هحاول انشره لكم. هو عباره عن موقف من المواقف حصلت مع حد من ضمن الفريق، عاوزين نحلله من وجهه نظرنا كقاده، ازاي اقدر اتعامل مع المشكله دي وازاي اقدر احلها. هيمرنك ده موقف حصل يعني، هتمرن ازاي تحل المشكله فيه. طيب تمام، جزاكم الله خيرا، تبتم وطابا منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.